مساء الخير يا فندم. خليني قولا واحدا، الإعلان اليوم أو الإطلاق اليوم، هذه الاستراتيجية أو هذا المخطط أو هذه الأفكار أو هذه الوثيقة أو هذا التقرير، لماذا الآن؟ وهل الرسالة هي رسالة للأمل؟ بتكلم على طموح، بتكلم على أفكار، ممكن رؤية جديدة لأول مرة نشوف هذا الكلام بهذه الطريقة، بهذه الدقة في كل قطاع من قطاعات الدولة؟ أكيد يا فندم، يعني هي بدون شك رؤية طموحة تتناول الرؤية والطموحات والأهداف المصرية خلال السنوات الست القادمة. الوثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بناء على توجيهات رئاسية. هدف الوثيقة هي تحديد أولويات للتحرك على المستوى المؤشرات والسياسات الاقتصادية الكلية، وكذلك على مستوى كل قطاع. يعني حضرتك يعني ما شاء الله حضرتك استعرضت المحاور الرئيسية للوثيقة. هي بالفعل كما ترى حضرتك، هدفها هي وضع أهداف ومحددات للخطوات والخطط المستقبلية في على مستوى كل قطاع، بجانب وضع مؤشرات وأهداف على مستوى الاقتصاد ككل. الوثيقة فندم هي فعلا، هي خلينا حضرتك نقول طبعا هي وثيقة طموحة لكنها وثيقة أولية. الهدف منها هي طرحها على خلال الشهرين المقبلين للنقاش على مستوى الخبراء والمتخصصين، وكذلك أيضا سيسعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لطرح الوثيقة على المنصة الخاصة به، منصة حوار، من أجل دعم أو تكثيف المشاركة والحوار والمشاركة المجتمعية في هذا الصدد. إذا هي وثيقة للمستقبل بتبعث على الأمل، وفي ذات الوقت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إطار دوره المعهود بتقديم كافة الرؤى ودعم عملية صنع القرار، المركز سوف يسعى لمزيد من الحوار المجتمعي. وإذا إن شاء الله بنتوقع وننتظر الشكل النهائي للوثيقة، سوف يكون يحزو أو يتمتع بمشاركة فاعلة من كافة الخبراء والمتخصصين، ويقدم رؤية حقيقية فاعلة للمستقبل. طيب أستاذ مشار محمد، هل بصراحة الرؤية، هذه الرؤية يعني على أرض الواقع قابلة للتحقيق، قابلة للتحقق، قابلة إن احنا للتنفيذ؟ أكيد يا فندم، يعني خلينا حضرتك يعني كما استعرضت حضرتك، هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها وجاري تنفيذها بالفعل. دولة رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده أن الدولة بالفعل هناك محددات لها وتتحرك من خلال الثلاث محاور أساسية، سواء في إطار السياسة المالية أو السياسة النقدية أو الإصلاحات الهيكلية. الاقتصاد المصري حقق نجاحات في مجال دعم دور القطاع الخاص، وننتظر زيادة دور القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة لكي يصل إلى حوالي 65% من إجمالي الاستثمارات. هناك حوافز تمنح للمستثمرين، هناك تقارير أيضا، خلينا نقول حضرتك إن هناك تقارير دولية خاصة من صندوق النقد الدولي بتتحدث